يكون حتى تجاوز في عملية التلمس أو عملية المراقبة. غير وشي مليح القانون طبقا لقوانين الجمهورية. انا جاو الدار كنت قاعد في الحومه نخدم طوابل ودراسه. في الليل حاوشت واحد السيد باش ما يجيش يريح، كان يشرب. قلت له ما تريحش لهنايا. سمع ولد ضربو بالموس نتاع؟ لا لا، جاب ولاد حومته جاو برادو عليا قتلوني بالضرب. اسمح لي، كي كانوا رايحين واحد فيهم خلى هذا الموس رفدتو تحتي. سمع علاش حنا نطبقوا على قانون ندوك بالموس خير من ندوك ضرب سيد بالموس. فهمتني؟ والقطعه هذه غادي تاع استهلكها ما كاش مشكل. دوك نطبقوا عليه قانون نطبقوا عليه كل الجمهوريه هكذا. ماشي مشكل. اش زايد؟ 1000 باركينغ. باركينغ بطريقه غير شرعيه اولا، هذه حاجه الاولى. وحمس سلاح ابيض يجير بها حمس سلاح ابيض. انا هذا داير وشغل نعس به ما نكذبش عليك. هذه دنيا ماشي حجه، هذه دنيا مشكل. تنوض دبزه منا ما واش دبزه واش دخل. كاين رجال الشرطه بلغ رجال الشرطه وتنوض دبزه انت يا ديفيرو. كاين قانون مش هضرب حمس سلاح ابيض يعاقب عليه القانون. ثانيا عندك قطعه مخدرات، هذه قطعه مخدرات استهلكها. تانيك عندك قطعه مخدرات نستهلكها. حنا واش ناخذ معك الاجراءات اللازمه؟ انا خويا في المقله من حضاري ناخذ الاجراءات اللازمه ونقدمو في العداله. انا حكموني رجال الشرطه هذوك تاع بي ام بي جي تاع باب الزوار. قالوا كنطبقوا عليك القانون. قلت لهم طبقوا القانون بيان سور. تحمل السلاح ابيض. انا انت نرفد حاجه ديفيرون تاع انا نرفد حاجه نتحمل مسؤوليتها. انا هادو تاعي ورجال الشرطه هادو تاع باب الزوار حكموني طبقوا القانون. خلاص خلاص حاجه نقدر نقدم. ماشي مشكل. ماشي حولك من المقر الحضاري ونستكمل الاجراءات القانونيه. ماشي مشكل. انا كلهم الضرام خاطي تاع الباركينغ يا شوف الباركينغ هو المفتاح. ما نبيعش بعد صاحبي بق جاب لي نخبيها في الدار. شنو عندك ملي خرجت من الحبس؟ وين انت في الحبس كنت صغير؟ ايه من بعد تبت شوف تربت سبحانه وني متزوج وبطفل. وهذا واش دير بهم؟ تشربهم؟ يا والله العظيم غير حبه في النار. باش ما نخدمش نشري ما نخدمش نتاقلها بلاش. علاش تبكي؟ علاش تبكي؟
المكان هذا تاع مكان عمومي كما تشاهدوا. ما ندير به والو، لقيتو مكسر كتشو، لقيتو ثاني قاعدين لقيتو كنت حايطو هذا ما دير بها السيارة. والله غير لقيتو نحب بالعيلة. كيفاش لقيتو؟ تايار معك هذا السلاح ابيض مناع قانونيا. فانا ما كنتش اخذو معايا. ما نشاخذو معايا. والله غير لقيتو قبيل. اوقع عندك. حبس السيارة في السيارة لقيتو انا تعرف في رايك انا رفض معايا هذا الشيء. كيفاش؟ والله غير خاطيني. ماذا وشنو؟ في عمرك انت؟ في عمرك انت؟ 18. اليوم عندي 3 ايام ولا 4 ايام اللي قتلت. ما يكون لي عقب عليهم. والله غير لقيتو حلفت لك بالعيلة. وش حزيتو؟ يا لقيتو دوكا كنا مريحين لقيناك. كنت شفتو معك؟ شفتو معك؟ ما لقاش عندك حايطو. لقيتو حايطو. ساكوشة ساعة دخ ساكوشة واش دير بها؟ كي تلقى عفسة كي تلقى عفسة ما شوف بدها دخ ساكوشة واش حبي يقول واش دير بها؟ هذه من اركيتين يعني استعملوها بزاف الشباب تاع الدوكا. عند مشاهدتنا لذ بالفرار وكان حامل معها مؤثرات عقليه من اركيتين هديه كما كنت تشاهد اركيتين. بو عندك مبلغ مالي من عائدات البيع؟ لا امن. بعد التحريات ندخلوا المقر نتحراو معاه مليح. تعمل الدراجة هذه دراجة هوائية. قمنا عند هذه السيدة، هذه كانت في محطة مسافرين. بعد التفتيش تاع الزميلة تاعنا تبين لنا بهذه كاينة عندها حبة بريغابارين ترواس. Thank you.